بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جسم يتحرك كما في الشكل، لاحظ الفرق بين المسافة والإزاحة. لننظر الآن إلى المسافة. كما أنت تعلم أن المسافة هي عبارة عن طول، أحسنت، عن طول المسار الفعلي لحركة الجسم. لننظر هذا الجسم وهو على شكل دائرة، انتقل من هذه المسار 5 متر، ومن ثم قطع 3 متر. إذن طول هذا المسار الفعلي لحركة الجسم هو عبارة عن الإزاحة. إذن الإزاحة تساوي كم؟ أحسنت، 5 متر زائد 3 متر، إذن يساوي كم؟ 8 متر، وهي المسافة التي قطعها هذا الجسم. لننتقل للشكل التالي بالمثل لنفس هذا الشكل، ولكن هذا الجسم له الدائرة، قطع من هذا الاتجاه 5 متر، ومن ثم عاد 3 متر. لذلك الإزاحة، كما أنت تعرف أن الإزاحة هي عبارة عن المتجه المستقيم الواصل بين مين؟ أحسنت، الواصل بين موضع البداية وموضع النهاية. لذلك نستطيع القول أن الإزاحة هي عبارة عن كم؟ 2 متر. ليه؟ لأنه من موقع البداية إلى موقع أو موضع النهاية، كم قطع هذا الجسم؟ قطع 2 متر. تمام؟ لننتقل للشريحة التالية. يقول لك هنا الآن عبر عن المسارات المستقيمة الموضحة بالشكل للوصول إلى المنزل B، عندما تتحرك هذه السيارة من النقطة A إلى النقطة B. يقول لك عبر عن المسارات المستقيمة، احسب المسافة التي تحركتها هذه السيارة والإزاحة الإزاحة مقدارا والاتجاه. كما هو معلوم أن هذه السيارة تحركت من النقطة A، قطعت 200 ومن ثم 500 متر، ومن ثم 600 متر، ومن ثم 250. إذا وأنت تعرف أن المسافة هي طول المسار الفعلي لحركة الجسم، سواء كان تحرك يمين، يسار، جنوب، شرق، غرب، شمال، لابد أني أحسب جميع المسارات الفعلية. لذلك نستطيع القول أن المسافة هي عبارة عن كم المسافة؟ إذن S، المسافة هي عبارة عن حساب جميع المسارات، بناء عليه أن S تساوي 200 متر زائد 500 متر زائد 600 متر زائد 250 متر، إذن يساوي 1550 متر. طيب الإزاحة، لكي أنا أحسب الإزاحة نوجد الفارق بين موضعي السيارة، لأن A هو الموضع الابتدائي والموضع النهائي هو عبارة عن B، هذا عبارة عن موضع ابتدائي وهنا موضع نهائي. من خلال هذه العلاقة أن دلتا الإكس تساوي إكس الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي. وكما تعرف أن الموضع الابتدائي كم يساوي هنا الموضع الابتدائي؟ يساوي 0. طيب كيف يتم لإيجاد الموضع النهائي؟ لو لاحظ طالبي وطالبتي العزيزة، الموضع هنا الآن أنا لدي ماذا؟ مثلث، ونطلق عليه المثلث الأول.
ولدي أيضا مثلث ثاني، ونطلق عليه بماذا؟ بالمثلث الثاني. إذن أنا لدي مثلث قائم الزاوية، زاويته كم؟ 90 درجة. إذن أنا أستخدم مين؟ أحسنت، أستخدم نظرية فيثاغورس. إذن لإيجاد الموضع النهائي نوجد الوتر للمثلث الأول والثاني. لننظر للوتر للمثلث الأول، هذا عندي المثلث الأول، هنا كان 200 متر وهنا 500 متر. إذن الوتر للمثلث الأول عبارة عن الجذر التربيعي لمربع المتجه الأول اللي هو عبارة عن 200 زائد 500 مربع، ندخلها طبعا في الآلة، فحصلت على الناتج 538.5 متر. لننظر إيجاد المثلث الثاني. المثلث الثاني هنا الآن قطع 600 متر، وقطع هنا 250 متر. إذن الوتر للمثلث الثاني عبارة عن 600 مربعة زائد 250 مربعة. إذن حصلت على الناتج 650 متر. إذن بناء على ذلك أن X الموضع النهائي تساوي حاصل جمع مقدار الوتر الأول والوتر الثاني، عبارة عن 538.5 زائد 650 يعطيني الجواب 1188.5 متر. إذا أنا حصلت على الموضع ما هو النهائي، تمام؟ إذن بناء على ذلك نستطيع التعويض في هذه المعادلة اللي هي إكس بي. كم مقدار الإكس بي؟ أحسنت، عبارة عن إكس بي ناقص الإكس أي، نعوض عن قيمة الموضع النهائي 1188.5 ناقص الموضع الابتدائي اللي هو 0. إذن 1188.5 ناقص 0 يعطيني 1188.5 متر، وهي الإزاحة النهائية التي قطعتها هذه السيارة، تمام؟ لننتقل للشريحة التالية. السرعة والسرعة المتجهة، كيف تعرف أن الجسم له سرعة؟ لننظر لهذا الشكل. لديك الآن حركة عداء، هذا العداء يتحرك عند هذه النقطة، طبعا هذه عبارة عن الإزاحة، في اتجاه الشرق، وهنا عندي نقطة البداية، وهنا عندي نقطة النهاية. يتحرك هذا العداء عند هذه النقطة عندما يكون الزمن الابتدائي يساوي 0، ويصل عند هذه النقطة العداء عندما يكون الزمن T1 واحد ثانية، يوصل عند هذه النقطة وقطع عند الزمن واحد ثانية 5 متر. وعند وصل هذا العداء عند النقطة 10 عندما كان الزمن T3 2 ثانية، وهكذا عند النقطة 4 وصل عند 15 متر عندما كان الزمن يساوي 3 ثواني،
وعند وصوله لهذه النقطة وصل لعشرين متر عندما كان الزمن 4 ثواني، وهكذا عند الزمن 5 ثواني قطع 25 متر، وعندما وصل إلى هذه النقطة قطع هذا العداء عند الزمن 6 ثواني، قطع إزاحة مقدارها 30 متر. لذلك أنا معدل تغير الحركة لهذا العداء بالنسبة للزمن، أنا أستطيع القول أن لهذا الجسم سرعة. إذن السرعة هي عبارة عن وصف معدل تغير الحركة بالنسبة للزمن. لننتقل للشريحة التالية. إذن السرعة والسرعة المتجهة، كما عرفت عزيزي وعزيزتي أن السرعة هي معدل تغير المسافة أو الإزاحة مع الزمن، أي كم يقطع الجسم من الأمتار في كل ثانية. طيب الآن كما تشاهد، الآن لدي السرعة المتوسطة العددية، تعريفها هي عبارة عن ماذا؟ متوسط. إذن هي عبارة عن متوسط تغير المسافة بالنسبة للزمن. ما معنى ذلك؟ على سبيل المثال لدي جسم تحرك من هذه النقطة A إلى هذه النقطة B، وقطع سرعة مقدارها 5 متر لكل ثانية، ومن ثم لدي هذا الجسم قطع أيضا من النقطة مثلا C إلى النقطة D أيضا قطع سرعة مقدارها 5 متر، فإن السرعة المتوسطة هي عبارة عن معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن، بمعنى 5 + 5 / 2 إذا يساوي كم؟ 5 متر لكل ثانية. إذا قانونها السرعة المتوسطة العددية هي عبارة عن V تساوي المسافة، معدل تغير المسافة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزمن، وطبعا دائما تكون موجبة، لأني أنا ما أتعامل مع اتجاهات، بينما السرعة المتوسطة المتجهة مربوط فيها من؟ الإزاحة، متجهة إذن اتجاه، إذن هي عبارة عن متوسط تغير مين؟ أحسنت، الإزاحة بالنسبة للزمن، وهي عبارة عن V، طبعا أضع سهم لأنها السرعة متوسطة وكمية متجهة، تساوي دلتا الإكس الإزاحة بالنسبة للزمن. وأنت كما تعرف أن دلتا الإكس اللي هو قانون الإزاحة عبارة عن الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي على دلتا التي، تمام؟ إذن هذه عبارة عن موقع نهائي موقع ابتدائي، هذه عبارة عن معدل التغير بالنسبة للزمن، هذه عبارة عن مدلولات الرموز. إذن الإزاحة مرتبطة بالسرعة المتوسطة المتجهة، المسافة مرتبطة بمين؟ السرعة المتوسطة العددية. هذه عبارة عن مدلولات الرموز. إذن طيب السرعة المتوسطة المتجهة إشاراتها طبعا اعتمادا على المحاور إما تكون موجبة أو تكون سالبة. طبعا تكون موجبة عندما تكون على محور Y الموجب أو محور X الموجب، وتكون سالبة عندما تكون على محور Y السالب أو X السالب. لننتقل للشريحة التالية.
يتحرك عدة كما في مخطط الحركة الموضح في الشكل، ويظهر موقعه عند بعض اللحظات الزمنية. إذا قام هذا العداء بعكس اتجاه حركته عندما يكون الزمن 3 ثواني وعندما يكون الزمن 5 ثواني، احسب السرعة المتوسطة. هذا العداء يتحرك عندما كان الزمن 0، إذا تحرك مقدار 0، وعندما تحرك هذا العداء إلى أن وصل عند الزمن 3 ثواني فإنه قطع مسارا مقداره 15 متر، ثم عكس هذا العداء اتجاهه عندما كان الزمن 5 ثواني قطع زيادة على 15 5 متر. إذا بناء على ذلك أنت تعرف أن السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة عبارة عن ماذا؟ السرعة المتوسطة، السرعة ألف، إذن السرعة المتوسطة العددية عبارة عن V تساوي المسافة الفعلية لحركة هذا العداء بالنسبة إلى معدل التغير في الزمن. وأنت تعرف أن معدل التغير بالنسبة للزمن هو T final الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. طيب بناء على ذلك كيف يصبح؟ بناء على ذلك فإن المسافة الفعلية لحركة هذا العداء، المسافة الفعلية لحركة هذا العداء عندما وصل للزمن 3 ثواني وبعدها عكس اتجاه حركته، بعدها عكس اتجاه حركته إلى الزمن 5 ثواني، كم مقدار هذه المسافة الفعلية؟ مقدارها 15 زائد 5، إذن هي عبارة عن كم؟ 15 زائد 5. طيب الزمن الابتدائي هذا عبارة عن T، الزمن الابتدائي يساوي 0، الزمن النهائي توقف عند كم؟ أحسن، توقف عند النقطة 5 ثواني. إذن الزمن عبارة عن 5 ناقص 0، إذن 20 على 5، إذن أن السرعة المتوسطة العددية 20 تقسيم 5 يساوي 4، وحدة السرعة متر لكل ثانية، وحققنا المطلوب الأول. بالنسبة للمطلوب الثاني طالب لي حساب السرعة المتجهة من بداية الحركة، من بداية حركة هذا العداء وحتى تي 10 ثواني. لننظر كيف يتم ذلك في مخطط الحركة. السرعة المتجهة من بداية الحركة، إذا من بداية حركة هذا العداء قطع مقدار سرعة إلى من بداية الحركة إلى أن وصل إلى كم؟ إلى أن وصل إلى 10 ثواني، تمام؟ طيب هو طالب لي السرعة المتجهة، كما تعرف في السابق أن السرعة المتجهة اللي هي V وأضع عليها سهم هي عبارة عن دلتا الإكس على دلتا التي، وهي عبارة عن التغير في التغير في الإزاحة بالنسبة لي الزمن. إذن X final الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي، الزمن على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. طيب أنت كما تعرف الآن أن الموقع هذا عبارة عن الموقع النهائي عندما كان 25، الموقع الابتدائي هذا عبارة عن الموقع الابتدائي للحالة رقم باء، تمام؟ إذن هذا الحل، الموقع النهائي عبارة عن 25 ناقص 0، وعندما قطع هذا العداء إزاحة مقداره 25 كم كان الزمن النهائي؟ الزمن النهائي
كان عبارة عن 10. والزمن الابتدائي كم كان الزمن الابتدائي؟ الزمن الابتدائي كان عبارة عن 0. إذن 25 ناقص 0 25، 10 ناقص 0 إذن 10. نختصرها على 2 فيتبقى أن السرعة المتجهة عبارة عن 5 على 2، إذن تساوي كم؟ 2.5 متر لكل ثانية. إذن حققنا المطلوب الثاني. لننتقل للشريحة التالية.